النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العنوان. الأهلي ينتظر قرار رسمي يتضمن أسباب بطلان اجتماعه الخاص. البدر يطالب لاعبيه بانطلاقة قوية في الدوري. وعبد الحفيظ يعد اللاعبين بمضاعفة مكافأة التأهل لنصف نهائي أفريقيا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن النادي الأهلي أنه حتى الآن لم يتلقى رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية أو وزارة الشباب والرياضة ما يفيد ويؤكد قرار بطلان الاجتماع الخاص للنادي بشأن اللائحة. وأكد النادي في بيان له اليوم الأربعاء أنه مع احترامه الدائم والمؤكد للإعلام الرياضي المصري بكل مجالاته ومؤسساته، إلا أنه لن يتعامل إلا مع قرارات رسمية لجهات مسؤولة عن إدارة الرياضة المصرية. وينتظر نادي الأهلي هذا الخطاب الرسمي سواء من اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة، والذي يأمل الأهلي أن يتضمن كل النصوص ومواد القانون والتي استند إليها أصحاب قرار بطلان اجتماع عموميته الخاص لاعتماد اللائحة. طالب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من لاعبيه التركيز في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري العام والتي يحمل لقبها. ووجه المدير الفني رسالة تحذير للاعبين بعدم الانشغال بلقاء الترجي في دور الثمانية بالبطولة الأفريقية، والتفكير في لقاء الجيش أولا من أجل تحقيق انطلاقة قوية في الدوري والفوز بالمباراة، والتأكيد على أن الأهلي لن يتنازل عن لقبه للموسم الثالث على التوالي. حرص البدري على عقد جلسات منفصلة مع اللاعبين لشرح تحديات المرحلة المقبلة وتجهيزهم نفسيا للموسم الجديد. انتظم شريف إكرامي وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد الدين سمير لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وكان الرباعي ضمن قائمة المنتخب الوطني في مباراتي أوغندا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ومن المنتظر أن ينتظم غدا في التدريبات الثنائي عبد الله السعيد، رامي ربيعة وأحمد فتحي. كثف فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد. ويلعب الأهلي أولى مبارياته في الدوري أمام طلائع الجيش الأحد المقبل على ملعب استاد السلام. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. أهلا بيك فيروز، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. محمد، عايزين نعرف كواليس تدريبات النهاردة. يمكن في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكي يمكن في الجزء الاخير لتدريب فريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، يمكن ده الجزء الختامي للتقسيمه الجماعيه اللي الكابتن حسام البدري النهارده اجراها بطول وعرض ملعب مختار التتش بنسبه 80 او 85% من مساحه الملعب. نقدر نقول عليها تدريبه تراي ماتش لمباراه طلائع الجيش، في ظل طبعا لسه يعني عدد من الدوليين لما انضموا لتدريبات الفريق. فقعد النهارده كابتن حسام بيأدي تدريبات فيها جزء من التكتيك والفني اللي ممكن يتنفذ خلال الفتره القادمه، لكن بدون دخول في اي تفاصيل فنيه اقدر اقول لك ان التدريب تدريب قوي جدا. التقسيمه فيها مشاركه مميزه جدا لعدد من اللاعبين، ابرزهم احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، حسين السيد، احمد الشيخ، اسلام محارب. في نفس الوقت عدد من اللاعبين الدوليين انضموا النهارده للتدريبات، الرباعي صالح جمعه وشريف اكرامي وسعد سمير وحسام عاشور.
الثلاثي الباقي الدولي طبعا احمد فتحي ورامي ربيع وعبد الله السعيد سينتظموا في التدريبات غدا، ويمكن تم تقسيم يعني عودتهم بتدريبات الاهلي لمرحلتين. الرباعي اللي شارك النهارده ما كانش ليه نسبه المشاركه في مباراتين السابقتين بنسبه كبيره عكس الثلاثي اللي هيشاركوا ان شاء الله في تدريبات غدا. ايضا من المنتظر خلال ال 24 ساعه القادمه عوده علي معلول ووليد ازارو. ده بشكل عام للرؤيه العامه في تدريبات فريق النادي الاهلي. لكن لو بنتكلم عن الغيابات النهارده، رغم انتظام صالح جمعه في تدريبات فريق النادي الاهلي وجود النهارده في المران، لكن الجهاز الفني فضل ان ما يكونش موجود في التقسيمه الجماعيه والتدريبات البدنيه نتيجه شعوره طبعا باجهاد بعد ختام معسكر المنتخب الوطني في التدريبات الاخيره، وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو ما يكونش النهارده مشارك في تدريبات الفريق. ايضا محمد نجيب اللي شارك بالامس في مباراه وديه للاهلي امام المنصوره اللي كانت في اول امس يوم الاثنين، فضل الجهاز الفني النهارده كمان ان هو ما يشاركش في المران البدني والتقسيمه الجماعيه، وفضل اراحه محمد نجيب. مؤمن زكريا ايضا يمكن بيعاني من كدمه قويه جدا في مشط القدم في اصبع القدم طبعا والصباع الصغير، ففضل الجهاز الفني بعد الاشعه اللي اجراها اللاعب ان هو ما يشاركش ايضا في التدريبات الجماعيه والمران البدني او التقسيمه الفنيه خوفا من تفاقم اصابته، وهيكون في تدريبات خاصه لمؤمن زكريا خلال الايام القادمه تحسبا لمشاركته ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش ثم مباراه الترجي التونسي، وهي مباراتين مهمتين جدا بالنسبه لمشوار النادي الاهلي في الفتره القادمه. في اللحظه الحاليه وانا بتكلم معاك يا فيروز للاسف يمكن تعرض عماد جامعه لقدمه قويه كده اسفل يده عند القفص الصدري، لكن يعني الحمد لله الدكتور دلوقتي معاه في ارض الملعب وقام الحمد لله بالسلامه وبخير. لكن يعني الحمد لله الدكتور اطمن دلوقتي على حاله عماد بتعب، لكن التقسيمه الجماعيه وقفت لحوالي 30 ثانيه وانا بتكلم معاك الكل يعني هرع ناحيه عماد بتعب بيطمن عليه، لكن الحمد لله قام وشارك دلوقتي اهو في المران الجماعي ويشارك بشكل كويس جدا، لان هي كان اثناء ما بيجري ناحيه الكره احد زملائه اصطدم بيه في القفص الصدري فسقط على ارض الملعب، لكن الدكتور خالد عندما دخل سريعا الى ارض الملعب اطمأن على حاله متعب وشارك واستمرت التقسيمه كما هي في هذه اللحظات وانا بتكلم معاك يا فيروز. نعم، طب محمد ايه هو برنامج الفريق لحد لقاء طلائع الجيش؟ مباراه طلائع الجيش في الاسبوع الاول للدوري ستقام يوم الاحد القادم باذن الله على استاد السلام. غدا التدريب الخميس هيكون تدريب مسائي في حدود الساعه 5 زي هذه اللحظات زي ما بتكلم معاك دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله الجمعه يكون تدريب ايضا صباحي، ثم السبت تدريب مسائي والدخول في معسكر مغلق والاستعداد لاولى مباريات الدوري والمواجهه ان شاء الله المنتظره لكل طبعا لاعبي كل جماهير النادي الاهلي بينتظروا يشوفوا النادي الاهلي بشكله الجديد هذا الموسم بالصفقات الجديده والتدعيمات التي حدثت خلال فتره الانتقالات الحاليه في الصيف الجاري. فبالتالي التدريبات خلال الايام القادمه تدريب على فتره واحده والنزول بالحمل البدني والفني نظرا لقرب موعد المباراه خلال ال 72 ساعه القادمه ان شاء الله. فيروز. نعم، محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لي، كنت معي عبر الهاتف. بالعودة الأخبار من جديد، وعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اللاعبين بمضاعفة مكافأة التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة الترجي التونسي لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة والمرتقبة في ربع النهائي. ويواجه الأهلي الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 من نفس الشهر. يزور وفد من النادي الأهلي غدا الخميس مستشفى سرطان الأطفال 57357، يضم الوفد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، نادر خليل مدير التسويق بالنادي، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. ويصطحب الأهلي درع الدوري وكأس مصر خلال الزيارة لالتقاط الصور التذكارية مع أطفال المستشفى بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليه. أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن بطولة الدوري العام ستكتمل حال وصول المنتخب إلى كأس العالم بروسيا 2018. وقال حسين لا نية لإلغاء الدوري، هناك عقود رعاية وارتباطات كبيرة والإلغاء كان في الماضي، ولكن الآن الوضع صعب للغاية ومستحيل. من ناحية أخرى أكد عامر حسين أن هناك محاولات وتنسيق مع وزارة الرياضة من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات في الدوري الجديد،
وأرسل الوزير مذكرة تتضمن تصور جديد لعودة الجمهور للملاعب. قرر اتحاد الكرة تعديل قراره السابق بخصوص مدة التعاقد مع اللاعبين السوريين والفلسطينيين لتصبح 3 مواسم بدلا من موسمين. جاء القرار بعد مناقشة الأمر بين اتحاد الكرة والأهلي، والذي طلب زيادة المدة ل3 سنوات، خاصة بعد تعاقده مع السوري عبد الله الشامي 3 سنوات مقبلة. وتعاقد الأهلي مع الشامي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الطليعة السوري وعدم توثيق عقده مع نادي الصفاء اللبناني، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال له. وسيتم قيد المدافع السوري كلاعب مصري بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار اللاعبين السوريين محليين وليس أجانب. وإلى أخبار المنتخب، حيث أكد الأرجنتيني هكتور كوفر المدير الفني للمنتخب المصري أن جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين تعرضوا لضغوطات كبيرة قبل لقاء إياب أوغندا. ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وأضاف كوبر: خسرنا في مباراة الذهاب بهدف، كنا بحاجة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لنضع قدما في المونديال. وأبدى كوبر رضاه عن أداء المنتخب المصري، مؤكدا أنه يتمنى تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة. أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة يعمل بقوة لدعم المنتخب لتحقيق حلم الصعود لمونديال 2018، موضحا أن عودة روح المنتخب كانت أبرز مكاسب لقاء العودة أمام أوغندا. وقال أبو ريدة أن الجميع في الاتحاد يوفر الدعم والإمكانيات للمنتخب الوطني وجهازه الفني، وأكد أبو ريدة على ثقته في التزام منتخب غانا باللعب النظيف أمام أوغندا. أكد أسامة عرابي نجم ومدرب الأهلي السابق أن منتخب مصر يعاني بشدة في مركز المهاجم بعد ابتعاد عماد متعب. وأضاف عرابي أن مروان محسن مهاجم نادي الأهلي كان قريبا لشغل هذا المركز بشكل كبير، ولكنه تعرض للإصابة وابتعد عن التشكيل. وأضاف أن مركز الظهير الأيسر لا يزال يحتاج إلى الثبات، مشددا على أنه لا بد من البحث عن عناصر جديدة في هذا المركز، سواء من الدوري المصري أو من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة أفضل 11 لاعب في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ضمت القائمة اللاعبين المصريين أحمد حجازي ومحمد صلاح، جاء ذلك بعد تألقهما في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام أوغندا، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 7 من عمر المباراة. حدد هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني يوم 2 أكتوبر المقبل موعدا لتجمع المنتخب والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة بتصفيات المونديال والمحدد لها يوم 8 من نفس الشهر. تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية في 7 مساء بعد موافقة الاتحاد الأفريقي. يذكر أن المنتخب سيتأهل رسميا إلى المونديال في حال فوزه على الكونغو وتعثر أوغندا أمام غانا في الجولة الخامسة.
ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة الألعاب الأخرى، حيث تشارك فرق ناشئات كرة اليد بنادي الأهلي مواليد 2006-2007-2008 في بطولة الجمهورية الصيفية، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية في الفترة من 6 وحتى 8 من سبتمبر الجاري. تؤدي الفرق نيرانها يوميا منذ بداية فترة الإعداد استعدادا للبطولة على ملاعب كرة اليد بمقر النادي بمدينة نصر، وكانت فرق الناشئات قد حصلت على إجازة يومين هما يوم وقفة العيد الأضحى المبارك وأول أيام العيد، وعادت الفرق لتدريبات والسفر أمس إلى الإسكندرية للمشاركة في البطولة. قال حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي إن الفريق يخوض حاليا المرحلة الثانية من فترة الإعداد الموسم الجديد، وأوضح الصافي أنه ركز في المرحلة الأولى على تطوير الجانب البدني عند اللاعبات، على أن تتضمن المرحلة الثانية تدريبات لتنمية الجانب المهاري مع التركيز أيضا على التدريبات البدنية. وأشار الصافي إلى أن الفريق سيدخل إلى مرحلة أخرى من الإعداد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي خوض المباريات الودية بدء من النصف الثاني من شهر سبتمبر، والتي ستكون خير إعداد للفريق قبل انطلاق مباريات الدوري في أكتوبر المقبل. أكد نبيل بخيت مدير قطاع ناشئات كرة السلة أن القطاع أنهى اختبار اللاعبات من فروع النادي، وأقيمت الاختبارات لهن جميعا خلال شهر أغسطس المنقبل. وأوضح بخيت بأن قطاع ناشئات كرة السلة يضم 7 فرق بداية من تحت 10 سنوات وحتى تحت 18 سنة، وأن هناك اتجاها لتكرار الاختبارات في شهر يناير المقبل، يتم من خلالها اختيار لاعبات الفريق يؤدين تدريبات مع الفرق دون تسجيل استعداد للموسم والذي يليه. وبدأ إعداد فرق قطاع ناشئات كرة السلة في يوليو الماضي استعدادا للموسم الجديد والذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث كشف موقع ترانسفير ماركت اليوم الأربعاء عن احتلال نادي ريال مدريد الأسباني صدارة أندية العالم من حيث قيمة ما يضمه من لاعبين بواقع 774 مليون يورو، ويتفوق على نادي برشلونة ب 37 مليون يورو، ويأتي نادي تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث. أضاف الموقع أنه رغم رحيل ألفارو موراتا وخميس رودريغيز، فإن بطل أوروبا ما زال يتصدر القائمة من حيث القيمة المالية للاعبين، والتي تأكدت في السنوات الأخيرة. وأوضح الموقع أنه كريستيانو رونالدو نجم الفريق يظل الأغلى بقيمة 100 مليون يورو، يليه جارث بيل بقيمة 80 مليون، وتوني كروس بقيمة 70 مليون يورو، وتبلغ القيمة المالية لخط الهجوم 287 مليون يورو.
ذكرت صحيفة دياريو جول الأسبانية اليوم الأربعاء أن الأسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي طلب من قائد منتخب ونادي ريال مدريد سيرخيو راموس التوسط من أجل إتمام انتقاله للنادي الملكي. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن دي خيا طلب من راموس الضغط على المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل العمل على إتمام الصفقة. يذكر أن نادي ريال مدريد فشل الصيف الماضي في ضم دي خيا بسبب خطأ إجرائي في اليوم الأخير من الانتقالات. رفض نادي ليفربول الإنجليزي طلب الألماني أمري كان متوسط ميدان الريدز بوجود شرط جزائي لفسخ العقد مما قد يعرقل بقاء اللاعب. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم الأربعاء أن ممثلي اللاعب أمري كانوا قد طلبوا تضمين عقده الجديد مع نادي ليفربول شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل في حال سداده، مشيرة إلى أن اللاعب الدولي الألماني دخل عامه الأخير في عقده الحالي، وتم تداول أنباء سابقة حول انتقاله ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي. وأضافت الصحيفة أن ليفربول يخشى أن تقوم الفرق الكبرى بدفع الشرط الجزائي وضم اللاعب في المستقبل دون التفاوض معهم، ولذلك يرفضون تماما وجود قيمة لفسخ العقد. نفى أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة الإسبانية توصله لاتفاق مبدئي مع إدارة ناديه لتجديد تعاقده كما سبق وأكد رئيس النادي جوساب ماريا بورتوميو. ووصل إنييستا اليوم الأربعاء إلى مطار مدينة برشلونة بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في مباراته أمام ليشتشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ولدى وصوله التقى اللاعب الأسباني بمجموعة من الصحفيين والذين سألوه عن صحة توصله لاتفاق مع برشلونة لتمديد تعاقده، فنفى هذا الخبر نفيا قاطعا. وكان بارتوميو قد قال في تصريحات لصحيفة الموندو الأسبانية هذا الأسبوع متحدثا عن العقد الجديد لإنييستا: لدينا اتفاق مبدئي من أجل التجديد ونأمل في حسم الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض تسجيل لاعب خط وسط أدريان سيلفا المنضم حديثا إلى ليستر سيتي الإنجليزي بعد أن تأخر النادي لمدة 14 ثانية عن الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلب إلى الفيفا. وتعاقد ليستر سيتي مع سيلفا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 22 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية والتي أغلقت في 31 أغسطس الماضي، لكن الوثيقة والتي تفيد بإتمام الصفقة تأخر وصولها إلى الفيفا عن الموعد المحدد حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية. ويحاول ليستر سيتي الاستئناف ضد عدم تسجيل اللاعب، وفي حالة رفض الاستئناف لن يكون سيلفا مؤهلا للمشاركة بقميص الفريق حتى يناير المقبل. قال مانويل نوير قائد وحارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم
إن النادي البافاري لديه من المواهب ما يكفي للتغلب على اعتزال فيليب لام وتشابي ألونسو وتحقيق مثل تلك الهيمنة والتي حققها المنتخب الإسباني بطل العالم وأوروبا بين عامي 2008 و2012. وقال نوير في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت بيلد الأسبوعية اليوم الأربعاء: حالنا يشبه حال المنتخب الإسباني والذي توج بالألقاب في 2008 2010 2012 ببطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم. لدينا جيل رائع يمكنه تعويض الهزائم. وأضاف: خسرنا لاعبين أصحاب خبرة، لكن بالنظر إلى فريقنا تجدون العديد من اللاعبين والذين تزيد أعمارهم على 26 و27 عام. نحن مستعدون لأي نوع من التحديات. قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم لاعبه الجديد كيليان مبابي القادم من موناكو لوسائل الإعلام والجماهير. والتقى اللاعب مع الجماهير في شوارع باريس والتقط الصور التذكارية معهم بقميص النادي. ويرتدي مبابي صاحب 18 عام القميص رقم 29 مع نادي العاصمة. انتقل مبابي لباريس سان جيرمان لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود بند بالعقد يسمح بشراء اللاعب حتى عام 2022. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من المساء: الأهلي أنهى صفقاته. من المصري اليوم: الأهلي يتفق مع بيت بيست على تقسيط مبلغ ما لم بيع على دفعتين. أما من الوطن سبورت فالأهلي يواصل تدريباته دون راحة. ومن الشروع: عبد الحفيظ يسبق بعثة الفريق إلى تونس. من البوابة نيوز: راحة سلبية للدوليين واستعدادات مكثفة قبل انطلاق الدور. من فيتو: الأهلي يستفسر عن موعد عودة معلول وأزارو من معسكرات بلادهم. وفي الجول: صالح جمعة إذا تغيرت الظروف سنفوز على أوغندا بنتيجة كبيرة. من الأهلي دوت كوم: الشامي يستهل مشواره مع الأهلي ببرنامج بدني شاق. ومن يورو سبورت عربية: البدري لنجوم الأهلي انسوا الترجي. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة: زي النهاردة في 6 سبتمبر من عام 1992 الأهلي يهزم أفريكا سبور الإيفواري بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكوز. أقيمت المباراة على استاد القاهرة وسجل هدف الأهلي محمد رمضان. We'll be right back.
الدوري النهارده ايضا في 6 سبتمبر من عام 2011 الاهلي يهزم كيما اسوان ب4 أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهره في دور 32 لبطوله كاس مصر. سجل اهداف الاهلي وليد سليمان، شهاب الدين احمد ومحمد نجيب والسيد حسن. يحرزه اللاعب شهاب الدين احمد هدف ثاني للنادي الاهلي في اللقاء، خاصة مع دفاعات يعني بتلعب مع دفاع كيما اسوان، مع دفاعات الانديه الثانيه مين هيسمح لك؟ ضربة راس حلوة 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 حلوة، ضربة الراس من قبل محمد نجيب. حسام غالي، هناوي، عرضية داخل منطقة الجزاء، الحارس ماسك الهواء إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.